هذا سائل من روسيا يقول: يكثر عندنا الملحدون، فهل نبدأ بدعوتهم إلى الله عن طريق دعوتهم إلى توحيد الربوبية وإثبات وجود الله، أو نتركهم حتى يهديهم الله؟ توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، ما تدخلون بتوحيد الألوهية على طول، لازم تذكرون لهم توحيد الربوبية الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، هو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم، هو دليل لتوحيد الألوهية. نعم.